معها 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 حبيبتي. يا لهوي يا لهوي، يعني اللي بتعملي ده؟ انت كده هتبوظي الدنيا وهتوكسي نفسك. بقول لك يا حاجه، انا كده كده موقوسه واعزاك، انا ما سبتيش. روحي بقى هجيب لك بسبوسه وكنافه وروحي هاتيهم يلا عشان تاكليهم. يا خايبه بقى صبره، ده كله جاي تبوظي الدنيا دلوقتي عشان البسبوسه والكنافه؟ بقول لك اطلعي من نافوخي بقى، هي كده كده مش فارقه خلاص. يلا وليه، روحي المطبخ وروحي هاتي لي حلاوه طحينيه. نصيب الجهل حد عندك. نصيبي؟ ايوه نصيبك. هاني ابن خالتك جه من السفر. هاني ماما؟ هاني ابن خالتك. هاني ابن خالتك؟ ايوه يا حبيبتي. والمراتي هتنفجر يا ماما، والحبوب في ظهري يا ماما. خلاص خلاص، انا حببت اللي ما قلتها. بس فين هاني يا ماما؟ خلاص يا حبيبتي، كل الحاجات دي هتخلص. اهم حاجه دلوقتي يا حبيبتي تتزوقي كده عشان يجي يشوفك امرايا. حرام عليك يا ماما، سايباني اكل كل ده واتطفش يا ماما. طب انا زماني دلوقتي تخنت 6 كيلو، اعمل انا ايه دلوقتي؟ اللبس زمانه دق عليا. عندنا هدوم واسعه وهتخسي، والله هتخسي يا حبيبتي. هخس اعمل ايه بقى دلوقتي؟ بقول لك روحي كلميه قولي له يغيب اسبوع. يغيب اسبوع ايه؟ بقول لك جاي في الطريق. اهم حاجه دلوقتي يا حبيبتي تلبسي وتتزوقي وتحطي مكياج. يا لهوي، ده انا لمسه المكياج في الزباله. قومي هاتيه، قومي هاتيه. حاضر حاضر يلا نجري. حاضر حاضر يا حبيبتي. حاضر. عشان بقى ايه؟ يبقى كده قفلنا على الدايت وما نعملش ايه؟ ده اخر دايت بالنسبه لها. هاني هاني حلوة يا ماما؟ اه زي القمر يا حبيبتي. جاي حد عندك اهو بقى، ده اللي هتتجوزيه، اوعى يفلت من ايديك. يلا افتحي له الباب وانا هخش جوه. ابتسامة حلوة كده، يلا. مها، يخرب بيتك يا بنت، اتغيرتي قوي كده ليه؟ ازيك يا مها؟ ازيك يا هاني؟ معلش انا اسف والله، انا كنت قاعد في اوتيل بس مامتك اللي اصرت بقى. ده بيتك يا هاني، بيتك. ان انا ابات هنا يعني. البيت وحشني قوي. ازيك يا مها؟ امال خالته فين؟ يا سامية. يا حبيبتي. ازيك يا حبيبي؟ الحمد لله على سلامتك يا حبيب قلبي. الله يسلمك. نورت خالتي. الحمد لله يا حبيبي، نورت مصر كلها. الحمد لله على سلامتك. وحشتني قوي. انت كمان وحشتني قوي يا حبيبي. اول ما الباب اتفتح وانا شامم ريحه اكل مصري هيجنني. حكيم انا عايش في الدنمارك ما باكلش غير الجبنه الريكفورت لحد ما بطني عفنت. ده انا عامله لك المحشي الكروم، قصدي مها اللي عامله لك المحشي الكروم وملوخيه وحمام. ايه ده، انت بتعرفي تطبخي؟ دي مهلوبه، دي بتعمل حلويات كمان. ما تكسفنيش بقى يا ماما. انما انت يا حبيب قلبي غطسان يعني كل المده دي، ولا بتسال ولا تليفونات ولا حاجه؟ مفيش والله يا خالتي، اول ما سافرت فشلت، قلت مش هينفع ارجع مصر ايد ورا وايد قدام، فقررت اني انجح وفعلا عملت اكبر مشروع للمجتمع الدنماركي. مشروع ايه يا حبيبي؟ فول حراتي. الله الله، ده مشروع حلو قوي. انا بحب الحراتي قوي. طب وايه رايك ما كنت تعمل كمان مشروع عصير القصب؟ والله فكرة حلوة. دي فكرة مها. مشروع عصير قصب وافتح جنبيه مقلة عشان الشعب الدنماركي يتسلى. ايوه طبعا طبعا، دي حاجة جميلة قوي. وانت بقى ناوي تستقر هنا ولا ترجع تاني؟ لا اقعد فين، انا جاي اتجوز. تتجوز يا حبيبي في ايه؟ انا جاي اتجوز وهرجع تاني على طول. ما انا ما ينفعش اتجوز واحدة اجنبية، انا عايز اتجوز واحدة مصرية تسوم بيتي وتتكلم عربي وتخلي عيالي يتكلموا عربي. مها بتتكلم عربي؟ تكسفنيش بقى. لا ما تهزروش، بتتكلموا عربي؟ لسه الهزار ده فيكم لغايه دلوقتي. البيت كله بيتكلم عربي. معلش بقى يا خالتي، انا جاي اخد خطوات سريعه لاني مستعجل جدا، فبستاذنك بس، كنت عايز ما تيجي معايا مشوار بكره. ايه ده بالسرعه دي؟ الاجازه ما فيهاش، لازم الحق. ريحه الاكل مش قاعداني على بعض يا حبيبي. المطبخ فين؟ ماما حد عندك اهو بقى، ده اللي هتتجوزيه. تفركي حوالي، اوعي تسيبيه. ده هياخدني بكره عشان اجيب الفيزا بتاعت السفر. يا ماما هتوحشيني قوي والله. وحشيني يا روحي، وحشيني والله، وحشيني والله يا ماما. يا حبيبي.